بوس، دايما معه إلي رستم، فادي الخطيب عم يجرب يلعب عليه، بيلعب الخطيب وبسجل فادي الخطيب. سباكة جياو، حلو الطريقة، حلو الطريقة اللي بيخترق فيها هاللاعب. بيقبل هلاش بهالديفنس ونديم حاول أحسن الخطيب. نديم سعيد بيخترق لسعيد بإيده الشمال بسجل. تسديدة ثلاثية كان سركيس تحت السلة بابسو بيخسر الكرة أمام فادي الخطيب، الخطيب بالفعل عمل شغل دفاعي جبار، الخطيب بيروح ليسجل، بسجل فادي الخطيب، بسجل فادي الخطيب وبيحصل تاري جاري بيلعب تحت السلة، تاري بسجل ما بتنجح صراع تحت السلة شانسين يعمل موف سريع فاست بريك بورن ووتس الثاني كوارتر الثاني بالمحاولة ووتس تحت السلة محمود عبد النور لورين ووتس تحت السلة بيرجع بيتقدم بفرق خمسة 12 نقطة لتاري روبر جاتسون بيتعرض على البلوك كارل سرجيز بس من تكملة مسيرته على السلة بينما فهد الخطيب خلينا نيكولوس كمان بيخترق ممتاز 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 كان في شيء اكسبشنال من الفريق الخاسر طلع لمحاولة للتقليص الفارق هو وابن عمه حسين الخطيب ابن بيجري بيسحب جوليان مقطوعة او هون عفوا بتوصل للخطيب والخطيب يا خطيب حتكيس فادي الخطيب بيتوجع على السلة فادي الخطيب يا خطيب يا خطيب الفاست بريك ونيكولوس اي لا